22 سنة، صغير في السن بصح كبير في التجربة. طارق العزيزي واحد من اللاعبين اللي الأنظار راهي متوجهة عليه. طارق تربى في نادي المولودية وتعلم ومازال متمسك بهذا الفريق، عنده المولودية في الدم. كل الناس اللي كانت تشوفه يلعب كي كان صغير، سواء مدربين لاعبين أو أصدقاء، كانوا يحسوا بلاعب عنده موهبة، كانوا يحسوا بقدرة. وزيد القامة اللي يمتاز بها طارق ساعدته باش يثبت وجوده في الفريق. هنا الفريق المولودية راه يتدرب على التربة. والله ما زير وين زافون ابري دمان ان شاء الله ماتش كونتر اليوس شاوية و سو ماتش باس ديرولي سور دو تيف دونك يفو سو بريباري دون لي ميم كونديسيون كو لو ماتش كي فا بريسيدي ان شاء الله. العزيزي صافي با مال دو طون كي مونتر فريمون دي بريديسبوزيسيون دو سيريو في الخدمة تاعو. Il fait un travail, je m'en colle, sur le plan esprit, son travail, il est professionnel dans son travail, il le fait sans rechigner les efforts. Là, il est toujours égal à lui-même à l'entraînement, ce qui a valu pour lui la progression. L'air en chef au sein de l'équipe nationale, il donne beaucoup de satisfaction au niveau du club. Et c'est très encourageant, surtout pour lui et pour l'Algérie, bien sûr. Tu es là pour le Mouloudia, tu es là pour le Mouloudia, mais tu es là pour كما ترباو تقريبا 70% من الفريق الحالي اللي راهم في المولودية. طارق انا شخصيا عرفته في 87 كي كان مازال مع الاشبال، يعني كان مازال جونيور في هذاك الوقت. ديجا كان الناس اللي كانت دايره يعني دايره به في الفوتبال كانت على بالها بلي اسمي لا في دي بري ديسبوزيسيون باش يكون ان طري بون جوار، يعني باش يكون جوار مليح. وزاد لا كارير تاعو، يعني قد ما كان يروح لقدام قد ما لا كارير سبورتيف تاعو بدات تزيد تتعمر، على خاطرش ما يخفالكمش بلي هو كان دراري كيلعب ديجا في الفريق الاكابر، يعني في لي سينيور تاع مولودي. طارق لاعب اللي يمتاز بشجاعة على الميدان، يحس روحه في راحة على العشب ولا على التربة. الكاس اللي ما يعرفوش، يدرب بجدية واستمرارية والعامل المتقن، هذا هو اللي وصلوا حتى الفريق الوطني. Le joueur Lazizi est un joueur issu du cru du Mouloudia qui a fait toutes ses classes au sein du Mouloudia depuis l'âge minime jusqu'à l'âge senior jusqu'à aujourd'hui. C'est un joueur qui présentait effectivement de grandes potentialités pour s'affirmer au plus haut niveau et c'est ce qu'il a confirmé. Donc Lazizi a fait preuve d'un grand sérieux, d'une très grande assiduité au niveau des entraînements. Il a suivi les entraîneurs successifs yani dans les orientations qu'ils ont pu lui donner. Et aujourd'hui, Lazizi, je crois que sur le plan sportif, c'est un modèle de réussite d'un jeune Algérien. حياة طارق شاب بسيط، مور كل تدريب يروح للدار ويريح باش يسترجع قوته، ويحب يقعد كثير مع أفراد عائلته لأن أغلبية وقته يمضيها في الملاعب. En plein entraînement, on fait un petit sieste avec des récupérations parce qu'on est dans
عندنا مقابله نهار الخميس ان شاء الله في الاتحاد السعودي، لازم الانسان يكيبي الماكسيموم، بعد الماكسيموم واحد ساعه هكذا تكيبي، وبعد الانسان راح يدور فيها كان في الحوالي ابو دي ماتش هكذا، بس مو الانسان راح يربطي الشيء مرة تاعو. انا شفت صور تاعك، شفت صور تاع وليدي، انا فرحانه بك. هذا خدم هذا ابي مو فاهم وشاب بيه، انا وليدك فرح بها، فرح بها وليدي، فرح بها، فرح بها وليدك. انتم كي جيتوا عنده سبارك محتكم حتى كما حبيت. حكينا على كي كان صغير، كي كان صغير كيفاش كان يلعب هنا في الهومه، كيفاش هذاك الشيء اش كان يدير لي الشيخ يحب يشوفنا كما يضح من وراء هارب من المسير وقال غير الفوطبال ما نحبش. كان يعرف المسير؟ لا. كاش يلعب الشيخ؟ يا؟ كاش يلعب الله؟ الشيخ ما كان يحب من بعد من اللي يحب فيه، لا مع كرماني، كرماني يحبه، كرماني رباه كيما وليده. بشوي بشوي كيقالوا. انت واش كنت تقولي له؟ قولي له يروح للمسير ولا تعيط عليه؟ ما يطالي تحت السمار من بعد كيغلبني خليته. ها وخرج خير مني درك. راهي خير من رايي. ولاد حما كاع ثاني يحبوه كاع. ولاد حما يحبوه. ايه يحبوه. اما ما رحت ثاني سجن كاع يحبوه، الشعب كاع يحبوه. ايه يفرحوا به، هو ثاني فرحان بهم. ها فرحان. انا كسرت يا اخي. اشكرك. ترى هذه ايه هذه ها ها. هذه. اشكرك يا اخي. كسرت. ونهار كسر كيفاش؟ كسر كان مزي تخلى بصح كان كي قلت كرماني رفدو قلت الحمد لله مزيان كيما رفدو هو ما فرطش فيه ولكن ما فرطش فيه في زوج ما خلاش كي كان معمودي يلاه مالك براسه ما فرطش فيه مسكين معاه. هذا المكان وين طارق يحب يجلس ساعات وساعات يخزر في الملعب الصغير تاع الحومة. هذا الملعب وين لمس أول كرة في حياته وين يلعب أول مقابلة، والآن يجي يشوف مقابلات بين ولاد الحومة ولا يجي يقعد ويخمم. كنت ملعب من 9 سنين، 9 سنين كنت لعب أنا، كنت لعب مع كبار، كنت صغير كان في عمري 10 سنين كنت لعب مع 17 سنة 18 سنة كان يجي يقول لي باسكو كنت صغير كباري شوية. هما هنا بزاف منهم هنا تعلمت انا في التيران. من هي هكذا قعدت نفكر باسكو انا كنت لعب تفكر هكذا مع والله ايه باسكو كي تكون مليح كي تلعب في التيف تاخذ شويه ضربه كي تكون صغير باش كي تكبر تكون تعرف ديجا مهمو كي ولاد الحومه مازالوا ما يديروا لي ماتش توجور كل اشياء 5 ونص شحنة في ساحة كبار كبار يلعبوا هنايا في التيران هذا. هما تلعبات على جوان ينجموا يلعبوا في في كلوب وما شغل اللي يقول لك لعبوا غير في الحومه في الحومه في الحومه كاين بزاف لا بريبار كاع اذا تاكارتي كان دوك لي زونتينور تاعنا هنا في الجزائر كان راح يشوف دي زكارت في اسمه دي تونو دي تونو هكذا راح يلعبوا على برا يسيبوا لا بريبار دي جوال اللي فوالا بينجموا يلعبوا في الشامبيون تاعنا بوكوا با في ليكيب ناسيونال. هيا هل تسكني هذا وزك؟ اي شنو عطيلي عطيلي نحلها مش بس هذه؟ شو اسمه بيضاي؟ 18 كان في عمي لعب في كوب دافيك تاع كندي اسمها هذه ايكيب مصر اللي فزنا بها كونتر في كونتر لعبنا كونتر نيجيريا فزنا بهدف مقابل صفر. لعبت كاع الماتش تما؟ نو ما لعبتش لعبت باسكو لعبت مع مصر ولعبت مع كوت ديفوار لعبت دو ماتش تما باسكو كنت صغير ما كانش عندي بايزون خبره ما كانش عندي ليكسبيريونس بايزون كنت صغير كنت هذيك هو دوزيام اني بريمير تروزيام اني جونيور تاعي. الحماس اللي يكسبه طارق يزيد يخرجه هنا في هذا الملعب هنا وين كان يجي يتفرج في المدرجات الان اصبح لعاب دولي وين الوف تاع الناس تجي تتفرج فيه. Thank you.
لكن هذه المرتبة اللي راه فيها طارق ولا أصحابه ما جات بسهولة. جاز على تدريبات القاسية، النهوض في صباح الباكر والكيلومترات اللي يجريها في الغابات والساعات اللي يمضيها في الملاعب وفي السفر. كل هذا الواحد لازم يصبر له. حتى وفاة أبيه الله يرحمه العزيزي بعد يومين راح ولعب مقابلة مع المولودية ضد جمعية وهران في فيفري 1989. حنا قبل اليوم بوكاسنا بارك ولي روش كانوا يخدموا غير من تحت الغرباء. اشكنا من تحت قلنا هادو ولا راه جيمون هاد لي بلاد قاسي راني مشوز تاني تما انا يا جماعه كنت يا ديزاكسيون ا دروات ولا ا غوش تا كيم بال ماشي الحق حتى لهنايا باش نسونطري ياك وفي زار دو بوي تري لونتون في لو ترافاي من هنايا دور في لو سون تاعك دير لو دو 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 لا فيرسيون سي بيان. في هذاك العام اللي كان فيه ركاحي يحكم فريق ليكيب مصر في مصر وشغل عطاني فرصه باش نشارك في عام تاعو مع الفريق الوطني. شغل عطاني فرصه وانا كنت معاه السنه خدمت مليح والحمد لله ما كيحتفظوا بلا معاه. على كل حال ان شاء الله نكون كيما مجان عالميا ان شاء الله. لازيزي سي با ان جوار ابريزونتي باسكو جاز ديجا بارتي الفريق الوطني. Et ça fait depuis exactement, si je ne me trompe pas, Andou Khamsin ou Fayak Watani. Et je lui fais toujours confiance. D'abord, c'est un très très bon joueur. Il joue dans un grand club comme le Boulogia. Il est aussi international. L'Azizi, c'est ma, Andou va venir, Kdamo, Bzaf, Inch'Allah, Kimekolo, Iban, Inch'Allah, Yakdam. ويولي ان شاء الله كرون جوار ان شاء الله. نعم العزيزي وكل اللاعبين الدوليين يتعبوا ولازم يكونوا حاضرين في كل منافسات وتدريبات. نشوفوهم في المطاعم والفنادق الرفيعة، بصح كاين منهم اللي مازال عندهم مشاكل كبيرة. راني بيعمل الكلاب هذايا تما كما يقولوا تما تربيت في هذا الكلاب هذايا. رانا نخدموا باش ننالوا هذيك الحاجه اللي رانا نسوفريو عليها تما باش نجيبوا كما يقولوا الدار ان شاء الله. اللاعب الشاب كيكون في مرتبه اللي راه فيها زيتوني ولا طارق لازم نعطيه له وما نستناوش غير هو اللي يمد. واذا الجمهور يحب الفريق يفرحوا لازم هاد اللاعبين كلهم يكونوا هما قبل فرحانين. فالعزيزي وكثير من اللاعبين الشبان تتمنى فرق كبيره في اوروبا باش يديوهم. المان الجول العزيزي اي كونفوتي بار دي كلوب المان ان لوكورونس لو كلوب دو موشان غلادباخ دون لو مانجر سي بريزونتي ا نو اي مالوريزمون العزيزي نفيزي با بارتي دو ديبلاسمون parce qu'il se trouvait au niveau de l'équipe nationale. Et je vous assure que l'Azizi a encore une belle carrière devant lui. Et si les conditions qu'on peut lui, les propositions qu'on peut faire à l'Azizi sont jugées bonnes et valables, aussi bien par le joueur que par le club,
l'Azizi sera libéré pour aller jouer en Allemagne ou en France. Mais il ne sera certainement pas libéré pour aller dans un pays tel que la Tunisie ou là, le Maroc. Parce qu'il régressera, il n'apprendra rien et il, disons que sa valeur sera dévaluée. في 89 نهار لعبنا مقابله وديه مع فريق الماني تاع اف سي كولون هذاك الوقت لي زالمون كانوا حابين يديو العزيزي كانت عنده 17 سنه في عمره كيستيون تاع جاباري ولا كيستيون جاباري وتسمى اللعب تاعو كان يجبد بزاف الفوتبال الالمان يعني ومن هذاك الوقت العزيزي ما يخفيكم هذا العام رحنا للالمان اون ستاج مازالوا العزيزي يعني في لي طابلات نتاع لي كلوب المون سيرتان كلوب المون دايرين العزيزي كوم اللي عندهم ميم لي كاسيت تاعو تاع ليكيب ناسيونال وكامل لا 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 غير المودي ما خليهاش المودي اللي كبر ما خليهاش ولكن نجيب المناير من تما نحبوا له ولدي الشهرة ديالو ما حبوش عبد الرحمن ماشي عبد الرحمن دوك يمشيو مشيو الشهرة الشهرة وليدي لا 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 باش على حلمة انا وليدي انا وليدي لعبتي تي قدامي وين؟ اولا ولدي قدامي يلعب ويتروح ويخرج معاه من الخارج مع ريكي براسون ولدي ما عندي حاجه بصح خارج عليه الشبان تأخذ مثال على العزيزي زيتوني وكل رياضيين آخرين اللي بدأوا بوالو ولحقوا وما زال يزيدوا أكثر وأكثر فالشبان لازم ما يتغلبش عليهم الكسل واللهو ويمارسوا الرياضة بكثرة قال انا اشوف الانسان لو ما ينجحش في حياته يعني صافي بريفي او طونك امبلوي دو سوسيتي ولا في القرايه ولا يبو ريوسي في الفوتبول يعني كاين كثير من الناس اللي يعني الفوتبول لي زاسومي